مرحبا. كيف؟ مرحبا. الو פאדי עבדאללה ת'אבת הוא צלם עזתי שקיבל הכרה בינלאומית בזכות עבודותיו המרהיבות והמדהימות. פאדי יספר על איך זה מרגיש להיות אמן בינלאומי כלוא בעזה. וואו, אולה, סבח לחיר. יא אללה, היי לקמרה ששופנה סור מנה. פאדי, אחכי לנו ען אלבדאיה. نعم في انا قرأ الجمله اللي فيها انت قلت سمعت الشطر تبع الكاميرا احكينا عن هاي اللحظه يعني بعد ما تخرجت من التربيه الفنيه كنا طالعين في رحله رسامين وحسيت في راجل جنبي مسك الكاميرا وعمل بالشكل هذا بالضبط هيك فلما ضغط على زر الشطر حسيت انه في حد داخلي اندر عليه دلو ميه تمام لما اندر عليه دلو ميه ف مثل المارد صح هيك ورفع الميه وانه بفكر بده يعمل شيء بعثت لناس كان مش كثير بغزه متواجد بعثت لناس انه بجيبوا لي من الامارات جابوا لي وانطلقت طبعا انطلقت اجوب كل الشوارع كان في هيك عمل صورة معينة أو مشروع بعرفش اللي هيك كان مهم كان علامة على صعيد شخصي وعلامة على صعيد مهني في صورة كتير انتشرت الطفلة الصغيرة اللي ماسكة بإيدها الكتب اللي بتصرخ شفتيها يمكن شفتيها هاي صورة منتشرة على مستوى العالم جدا لكن في ناس أخذوها بشكل مغلوط ومن هنا انا يعني بقول انه هاي الصوره الي مصور فادي ثابت حكوا انها من سوريا وحكوا انها من العراق وحكوا انها من افغانستان وانتشرت بطريقه رهيبه جدا لكن انا كنت ماخذ على نفسي عهد ما بدي احكي عن قصه البنت هاي لكن بالاخر اضطريت اني احكي على قصه البنت هاي انه كان في قصف مدفع جنب بيتهم وهي مع الخوف انا كنت بامشي جنب الشارع هي طلعت بالشارع ومع الخوف تخيلي مش ماخذه معها ساندويتش مش ماخذه معها ملابسها ماخذه معها ربما كتبها وكتب اخوتها الصغار ماخذه مجموعه من الكتب وشارده من القصف المدفعي انا بعتبر هذه الصوره هي ايقونه للحق في التعلم الحق في الحياه فادي اختار انه يصور وجوه اطفال اللي فيش فيها دم فيش فيها قتل فيش فيها أشلاء رغم أنه أنت قبل شوي كمان أنت حكيت عن الأشلاء فسؤالي هو ليه كان هذا الاختيار؟ لكن أنا أخذت لنفسي منحة أسلوب خاص أني أصور وجوه الأطفال البريئة المحرومة نوصل فكرتهم للعالم من خلال عيونهم وأخذت العيون الملونة عشان أقول للعالم أنه مش بس ألمانيا وبريطانيا والنمسا والنرويج اللي فيها عيون ملونة وماخذة حقوقها لكن ابن غزة المسكين الطفل ابن غزة اللي مش بلاقي ياكل ولا يشرب ومحاصر منوصل رسالة من خلال عيونهم الملونة والبريئة انه غزة كمان ما تناموا عنها فيها عيون حلوة وفيها اطفال حلوين لكن الفقر شوية شوية خرمش وجوههم وكأني بتعرفي شوية رجاء بحكي وكأني بحكي انه احنا نفسنا نعيش تخيلي انا 40 سنة عايش ما شفتش يوم بدون احتلال انت فاهم انه الاشي الوحيد اللي جاي عبالي اقول لك يا انت ما ينفعش تضلك محبوس انت ما ينفعش تضل محبوس الاولاد اللي هن تقريبا مركز مش بس مركز التصوير تبعك فادي هم انت منشغل فيهم صح مشغول بالاولاد والشعور هذا تبع انه بتصور هاي الطفوله وهاي الحاله الانسانيه تحت الاصار كيف بتحس وانت بتصورهم انا مره كتبت بوست على فيسبوك انه انا محتاج حصانه نفسيه ليه لانه في الاخر انا انسان يعني زيهم بعيش الضغوط وبعيش الواقع
لكن أنا رسالتي صادقة، ولأنه رسالتي صادقة كثير بتنهد، كثير صارت تجيني التنهيد هاي، مش قادر أخذ نفس، متخيلة مش قادر أخذ نفس. ليش؟ لأنه الألم أنا بعيشه كمصور. إنجاز تحت كل اللي أنت بتحكي عنه. أهم إنجاز إنه أنا رغم كل هذا، رغم إنه ملايين من المصورين الأحرار بالعالم بيقدموا لجوائز، كان شباب غزة دائما لهم حضور الأوائل. تخيلي. على فكرة تعال نحكي عن الجوائز شوية، كم من جائزة أخذت؟ أنا فحصت ما فيش جائزة في العالم العربي إلا أنت أخذتها. قبل شهور أخذت جائزة من بلجيكا اسمها جائزة السيدة إنسانية، بيقدموها يعني كنت أنا وناصر اللحام وسناء موسى وثلاثي جبران، في اثنين من غزة كمان. السنة هاي أخذنا هاي بيعطوها على عمل إنساني أنت بتقدمه، أنا أخذت على الفوتوغرافيا، إشي كبير على مستوى العالم إنه بيعطوك تمثال السيدة إنسانية، وإحنا مش عايشين، إحنا مش عايشين في الإنسانية. تخيل إنه أنت شو كيف يعني التناقض. أنا بيجيني فرص إني بدي أسافر، بدي أطلع، بدي أوصل فكرتي، بلاقي الدنيا مسكرة بوشي، كيف بدي أطلع يعني؟ أقول لك أنا استلمت جوائز كثير، استلمت جوائز كثير، كان نفسي إني أطلع على المنصة وأتوج كإنسان محترم، لابس قرافة وبدلة وحاطط عطر ورش عطر بدل ما هو بالعرق، هل شايفة كيف بالعرق والقرف اللي إحنا فيه؟ تمام؟ لكن أنا أضل أتحسر بحسرتي عشان الاحتلال، وعشان الجندي، بس ارجع عشان الجندي اللي حامل الحديده وواقف وبيمنعني بيقول لي لا انت من غزه روح للبيت، روح للبيت. تمام. شو هاد الشعور فادي؟ بس انا نفسي اطلع امثل، انا نفسي اقف جنب صوري عشان احكي القصه، عشان احكي قصه الاطفال. لو ما اي واحد بده يتكلم على لساني ما حيحكي نفس القصه اللي انا عشتها وعايشتها وشفتها. أصعب شعور هو الشعور بأنه لا تستطيع فعل شيء، فهو ألم وهو حزن وإلى آخره إلى آخره، بس هو كمان شعور بأنه أنا 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 لا حول لي ولا قوة في تغيير الوضع إلا يمكن بالأشياء البسيطة اللي أنا بعملها. والتقاطع بيننا انه انت فلسطينيه تمام وانا فلسطيني، تمام انت فلسطينيه وانا فلسطيني، لكن ليش ابن غزه الفلسطيني بيدفع بالغالي، بيدفع بالدم وبيدفع بالاشلاء وبيدفع بالموت، وانت فلسطينيه ما بتدفعي نفس الثمن، وكل الفلسطينيين في كل العالم ما بيدفعوا الثمن زي اللي بيدفعوا ابن غزه، لانه بيدفع من اللحم الحي زي ما بنقول، بيدفع من اللحم الحي. يعني أنا فنان وأنا مصور وأنا بنقل حالة إنسانية حلوة جدا، لكن ما بقدرش أعزل حالي عن الواقع، أنا بيتمرس علي قهر. مصور بهذا الحجم اللي انت فيه اليوم شخصيا ومهنيا فادي، بشو بتحلم ولا بتحلم ايش؟ لا بحلم طبعا، بحلم إني ألف العالم كله وأوصل رسالة الأطفال هذول، رسالة أطفال غزة، رسالة الحرية ورسالة السلام. بحلم إني أعمل معارض في كل العالم أوصل رسالة الأطفال هذول، لأنه رسالتهم صادقة. لما أنت تشوف صورهم، تشوف عيونهم، تشوف آلامهم، تشوف أحلام بسيطة، أحلام صغيرة. المطلب الأول إنه إحنا من حقنا كفلسطينيين اتهجرنا من بلادنا، إنه إحنا نرجع على 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 بلادنا. بعرفش حل سياسي مش حل سياسي، بس أنا حقي إني ما ضلش عايش في غزة، أنا بدي أرجع على بئر السبع اللي هي أرضي وأرض جدادي واللي حكوا لي عنها جدادي وغير كتير بدهم يرجعوا على بلادهم. بنشوف حل سياسي، إحنا ما شوف حل سياسي، حل اقتصادي، ما بعرف كيف، بس إحنا حقنا إني أنا أجي أشوفك من غير ما 100 جندي يوقفني واتساءل وبدا يطلع لي ورقه تصريح، والله ما يطلع لي، من حقي انه انت صديقي اجي اشوفك انا ان في بلاد كل اللي انتم عايشين فيها، من حقي اشوف الناصره واشوف يافا واشوف حيفا واشوف اللد، ومن حقي اشوف الخضيره والعفونه، من حقي ان اشوف. اذا احنا محاصرين راح نوصلها عن طريق الفيسبوك وعن طريق تويتر وعن طريق الانستغرام، وراح نفتح شبابيك ونوافذ من بيت من بين الجدران المكسره ومن بين القصف ومن فوق البيوت المدمره. احنا عندنا فوق البيوت المدمره حطوا فرق موسيقيه وغنوا وغنوا للحب وللحريه وللسلام، لما يلاقوا حل انساني للناس يعني.
اسمع، في كمان اكمل اسالك كثير، بس انا بتخيل قلت كل الشغلات. شكرا كثير. شكرا لك كثير، يسعد قلبك. شكرا لك، شكرا للمصور اللي تعب معنا تحمل. الله يعطيك العافية، يعطيك انت العافيه بهذا الحم، قعدت. يسعدك، يعطيك العافية، موفقة دائما يعطيك دائما العافيه صدقتي. فادي، يسلموا كثير عن جد، شكرا باي جزيلا، باي، يعطيك يسعدك. العافيه. باي باي. לפני יומיים פאדי סיפר לי שהצליח לצאת מעזה למצרים ומשם ללבנון על מנת להציג את עבודותיו. פאדי ימשיך לספר את סיפורם של ילדי עזה. אנחנו ניפגש בשיחה הבאה.